أنا عبر الهاتف من الرياض المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي. عقيد تركي، مرحبا بك معنا. لو تحدثني أولا عن الأهداف من وراء هذه العملية إن كانت قد تحققت بالكامل. أهلا وسهلا، مساء الخير. مساء الخير على المشاهد الكريم. كما أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف، ولله الحمد تم تدمير عدد الأهداف المستهدفة في فجر اليوم والتي كانت تهدد خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية. لا يخفى عليكم أن احتلال العاصمة صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية ومحاولة الميليشيا وضع قدم على مضيق باب المندب هو تهديد لخطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وهو امتداد الاستراتيجية الإيرانية في تهديد المضايق البحرية سواء في مضيق باب المندب أو في مضيق هرمز. طبعا التهديد هو مستمر لفترة طويلة، والتحالف لديه الكثير من الإسهامات في تدمير وتحييد هذه التهديدات من قبل الميليشيات الحوثية. مع اتفاقية ستوكهولم تحديدا، وكما ذكرتم في التقرير، بدأت الميليشيات الحوثية بمحاولة استخدام محافظة الحديدة في إطلاق الصواريخ البالستية، الطائرات دون طيار، وأيضا الزوارق المفخة السريعة. نحن نتكلم الآن عن 153 لغم بحري تم اكتشافها في جنوب البحر الأحمر مضيق باب المندب. خلال الشهر الماضي تقريبا لمدة شهر تم اكتشاف عدد 24 لغم بحري، وأيضا قامت قيادة القوات المشتركة للتحالف بتدمير 44 زورة مفخخ وأطلقت الميليشيات الحوثية. الإسهامات التي يقدمها التحالف في مراقبة نشاط الميليشيا الحوثية العدائي والإرهابي، كان هناك 6 أهداف في مديرية الصليف ما بين رأس عيسى والصليف. قامت الميليشيات الحوثية بمحاولة تمويه هذه المواقع واتخذتها نقاط لتجميع وتفخيخ وإطلاق القوارب أو الزوارق السريعة المفخخة وكذلك الألغام البحرية. عملية ناجحة، تم تدمير كافة الأهداف. أيضا قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة في حماية المدنيين الموجودين في المنطقة، ومع الأسف الشديد كان هناك تقريبا حوالي 4 مناطق تخص المنظمات الغير حكومية والأمم المتحدة، تبعد مسافة تقريبا 2 كيلومتر من الموقع. كافة هذه الأنشطة العدائية الإرهابية تتم على مرأى من قبل المسؤولين في الأمم المتحدة. الآن الأنشطة الإرهابية التي تحدث عنها عقيد تركي المالكي، هل هي تقتصر فقط على الزوارق المفخخة والمسيرة على الألغام البحرية التي تهدد الملاحة الآن في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر؟ حقيقة التهديد البحري هو الآن هناك اتساع في الخارطة الجغرافية. الإعلان القيادة المشتركة للتحالف عن محاولة الهجوم الإرهابي على إحدى ناقلات النفط في بحر العرب، نستطيع القول بأن هناك مصفوفة إرهابية للتهديد البحري مكتملة، أو هناك توافقية في هذه المصفوفة ما بين النظام الإيراني الحرس الثوري وأيضا الميليشيات الحوثية. التهديد كما ذكرنا من بداية 2014 كان هناك تهديد مباشر لمضيق باب المندب. الآن نحن نتكلم عن جنوب البحر الأحمر، مضيق باب المندب، وصولا إلى خليج عدن، وأيضا إلى المحاولات الهجمات الإرهابية في بحر العرب، وأيضا هي وصولا إلى الأعمال الإرهابية والعدائية في مضيق هرمز. التهديد لا يمكن حصره فقط في الألغام البحرية، ولكن هناك تهديد مباشر لخطوط الملاحة البحرية في المنطقة كما ذكرت، من مضيق هرمز إلى جنوب البحر الأحمر، سواء باستخدام الزوارق المفخخة والمسيرة عن بعد أو من خلال الألغام البحرية. وللأسف أنه يتم اتخاذ مدينة الحديدة أو ميناء الحديدة نقطة لانطلاق هذه الأعمال الإرهابية والعدائية، وهذا تهديد مباشر للاقتصاد العالمي وأيضا المواصلات البحرية والتجارة العالمية. شكرا جزيلا لك، المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد ركن تركي المالكي.